ناهيك عن الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المخصصة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة واحترام الخطط الموضوعة والالتزام بالتوقيتات المقررة. متسلحين بالوعي بمختلف المخاطر. هذا التمرين تخللته كذلك عملية إبرار لمفرزة من القوات الخاصة باستعمال المروحيات تحت حماية المروحيات المقاتلة، إضافة إلى عملية إنزال مظلي في عمق العدو بمهمة تدمير قوات عدو غير تقليدي. القدرات القتالية لوحدات القتالية لوحدتنا كما شهد التمرين عملية تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا، حيث عكست هذه الأعمال القتالية التي قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة الاحترافية والمستوى العالي والمتقدم للتدريب والتحضير القتاليين في مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي،
في الختام التقى السيد الفريق أول بإطارات وأفراد الوحدات المشاركة في هذا التمرين التكتيكي الذي كلل بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية، وهو النجاح الذي ترجم بصدق مستوى تحضير الإطارات والأفراد وجسد مدى توفر الكفاءات والمهارات العالية للقادة والأركانات، حيث حرص السيد الفريق أول على تهنئة إطارات وأفراد الوحدات المشاركة على الجهود التي بذلوها طوال مراحل التحضير وتنفيذ التمرين، مؤكدا حرصه الشديد على مواصلة بذل قصارى الجهود الكفيلة بالترقية المستمرة والتطوير المطرد لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي. Thank you.